الجمعة لهذا اليوم كانت بعنوان طوفان الضمير، وأرادت هذه الخطبة من خلال هذا العنوان أن تحرك الضمير الإنساني عامة والضمير الإسلامي والعربي خاصة، لكي يقف مواقفا مبدئية مع طوفان الأقصى. الحقيقة الخطبة وجهت ووقفت عند جملة من المحطات، ووقفت عند انحياز الأماكن الإعلامية الغربية بقضها وقضيضها، تعرضت إلى انحيازها للجلاد باتجاه الضحية. هذه الحضارة وهذه الماكنة الإعلامية الغربية وهذه الإدارة الغربية قد سقطت قيميا وأخلاقيا من خلال هذا الانحياز لقضايا الشعوب العادلة. جرت هذا اليوم في جامعنا المبارك صلاة الجنازة على أرواح شهداء غزة بشكل خاص وشهداء فلسطين بشكل عام، مؤازرة لإخواننا في فلسطين، نصرة لهم وعزة لهم. نسأل الله عز وجل أن يمكنهم وينصرهم على عدوهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الخطيب الشيخ ريان توفيق اليوم نادى نداء عاما إلى العالم بأجمع بصورة عامة، وإلى المسلمين والعرب بصورة خاصة، أن يكون الضمير هو المحكم في هذه القضية، أن يكون اليوم انتصار الظلم على الحق هذا غير مبرر.